طيب خلينا بقى نتكلم شويه عن اللعيبه واللي احنا دايما بنبقى عارفين ان هم بيثبتوا كل مباراه ان هم على قدر المسؤوليه، رغم يعني الانتقادات اللي البعض بيوجهها، لكن احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر هم على قدر المسؤوليه. امبارح كان في احتفاليه كبيره بالصعود، واكيد احنا النهارده بقى بنتكلم ان هم هيركزوا على مباراه نهضه بركان، خلاص هو ده اللي قادم المغربي في بطوله هنا السوبر الافريقي. لكن محمد الشناوي امبارح كمان حارس مرمى الفريق هو اتكلم بعد المباراة وأشار يعني هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين ورغبة كبيرة عشان الفوز كمان بالسوبر الأفريقي للاستمرار في إسعاد جماهير الأهلي، وكان ليه يعني تصريح كده أكيد برضو هنتابعه. طبعا يعني مهم جدا ان احنا نقول ان اكيد الفريق الفتره الجايه قدامه مباريات في منتهى الاهميه، قدامه بطولات في منتهى الاهميه، وطبعا ما عندناش ذره شك كجماهير وعشاق لهذا الفريق ان يعني ما حدش فينا عنده ذره شك في ان اكيد كل اللعيبه واخدين بالهم كويس قوي ومدركين حجم صعوبه هذا الامر، لكن كمان عندهم رغبه واضحه جدا 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 في تحقيق الفوز وبشكل دائم ومستمر. دايما عندنا ثقه في ان الروح العاليه والاخوه بين لعيبه النادي الاهلي دايما ستظل سائده، عشان كده هم دايما بيقاتلوا لتحقيق الفوز في كل المباريات من اجل تحقيق البطولات واسعاد الجماهير. روح الفانيلا الحمراء وروح الفريق زي ما بيسموه. انا متفق معاك روح الفريق، ويمكن دي كمان في جمله مهمه ياسر ابراهيم مدافع الفريق قالها بعد التاهل عن تسجيله للهدف امام سان داونز. هو قال انا يعني اهم عندي من او الاهم عامه من تسجيل الاهداف هو بقى بلغنا نصف النهائي ومواصله رحله هنا الدفاع عن اللقب وتحقيق النجمه العاشره. وخلينا نقول هو ده الاهلي فعلا، يعني احنا دايما بنتكلم وبنتعامل بروح الفريق، وبعد كده كل بطوله بندور على اللي بعدها، والفوز بندور على اللي بعده، والبطوله بندور على البطوله اللي بعدها عشان نحطهم في دولاب البطولات اللي الحمد لله مليان قد كده لما بنروح. يعني مش عايزين نبني يعني فاهم، عايزين نعمل كده كام رف جديد. والله خلينا احنا نشوف ونسمع كده تعليقات اللاعبين ونرجع نكمل. قلنا اكتر من مره رجوله واصرار وربنا بيكافحك الحمد لله. قول لي حاسس ايه النهارده بالفوز وبهدفك النهارده والحمد لله على الفوز النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ببارك للعيبه كلها، الرجاله والجهاز الفني والاداري والطبي واللعيبه والعمال بتوعنا، هي دي قلب النادي الاهلي وهي دي الرجاله اللي بتبان وقت الماتشات الجامده والقويه دي. الحمد لله ركزنا في الماتش وذاكرنا كويس، الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نطلع بالماتش النتيجه 1-1. كنا نفسنا نطلع بالمكسب طبعا عشان نفرح الجمهور، بس الحمد لله النتيجه برده اللي احنا كان رقم واحد ان احنا نصعد يعني. فالحمد لله وان شاء الله نكمل ونفكر في اللي جاي عندنا، خلاص الصفحه ده نفرح النهارده ونقفلها ونفكر في السوبر ان شاء الله. الماتش صعب جدا واحنا عارفين ان الماتش صعب جدا، لعب فرقه محترمه جدا وبنلعب على ارضها وهم على طول بيحبوا يجونا في الملعب ده عشان يضايقونا، واحنا عارفين ان هم بيحبوا يضايقونا على طول، بس اللعيبه ديت لعيبه رجاله بيبقوا على طول في المواقف الصعبه وعلى قد المسؤوليه. احنا كنا عايزين نصعد والحمد لله احنا كنا جايين لهدف واحد، والهدف اللي احنا نصعد الحمد لله صعدنا. اول حاجه بقول للجمهور الف الف مبروك، نفرح النهارده وبكره ان شاء الله. عندنا بعد 5 ايام بطوله نركز فيها عشان ان شاء الله نقدر نفرحهم. هي غايبه عننا بقى لنا 7 سنين او 8 سنين، ان شاء الله تبقى بتاعتنا ونركز ان شاء الله بعد يومين ونفرح اليومين دول ونخش ان شاء الله بعدها على طول اول ما نوصل قطر نركز في البطوله. عندنا بطوله مهمه، وبقول للناس كلها الف الف مبروك، انتوا رجاله النهارده وللجهاز والاداره كلهم الف الف مبروك، واللي جاي اكتر ان شاء الله هنتعب. اللي جاي احنا عندنا 3 بطولات الفتره الجايه، نفكر في اللي جاي، احنا بناخد خطوه بخطوه ولاعيبه على قد المسؤوليه ولاعيبه كلها رجاله ان شاء الله. ربنا فرح الجمهور فرح الناس كلها. بشكر اللعيبه جدا جدا جدا، اللعيبه كلها رجاله. احنا جايين من مصر عشان نصعد وعشان نكسب هنا كمان، فالحمد لله ربنا كرمنا تعادلنا بس كان نفسنا نكسب، بس الحمد لله صعدنا وصعدنا بشكل مميز. اللعيبه النهارده كلها كانت رجاله، بغض النظر ممكن يبقى في حاجات بس الحمد لله احنا هو ده اللي احنا عايزينه من الماتش، ان احنا الحمد لله احنا نصعد ونقفل القصه دي دلوقتي. عندنا يعني النهارده هنتبسط ونفرح على المجهود اللي حصل يعني من اللعيبه كلها. ان شاء الله بكره هنقفل القصه دي، عندنا رايحين مهمه تانية
ماتش السوبر الافريقي بقى له فتره كبيره ما خدناهاش، ان شاء الله ده الهدف اللي احنا باصين له بقى دلوقتي، ان احنا نكسب البطوله دي، بطوله غاليه علينا، وان شاء الله نحقق حاجه كويسه. ودايما احنا رجاله الحمد لله، اللعيبه كلها رجاله. ببارك لك يا بدر، وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي، اصراركم وعزمكم كانت باينه جدا من اول دقيقه. حابب تقولي على الفوز وحابب تقولي لعيبه النادي الاهلي؟ والحمد لله، اولا عاوز اقول مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله اليوم الهدف اللي جينا علشان حققناه اللي هو كان التعادل، اظن اننا الجهاز الفني درس المباراه كويس، ادانا اليوم شفت لاعبنا بخطه غير اللي متعودين من نلعب بها، رامي قدم مقابله كبيره على مستوى لا دفاعيا لا هجوميا. الحمد لله احنا كنا مركزين من اول دقيقه، وكنا عارفين اشتغلنا على نقاط ضعف ونقاط القوه تبع سان داونز، كنا عارفين ان النقاط من بين نقاط ضعف تاعهم هما الضربات الثابته، وحاولنا اننا نجيبوا منهم جوال. تاتلنا الهدف اول مبكر اللي خلانا الحمد لله اننا نكمل الماتش باريحيه الحمد لله. متعودين ان خلص الماتش بنبدا نستعد على طول في بطوله جديده بدوافع جديده، عندنا السوبر الافريقي، جمهور النادي الاهلي مستني البطوله دي بشكل كبير جدا. هنحضر ازاي وشايف المباراه اللي جايه ازاي في السوبر الافريقي امام نهضه البركان؟ هو دلوقتي احنا اليوم خلصنا ماتش سان داونز، خلاص احنا بعد بكره راح نبدا نفكر ونحضر، بكره راح نحضر كل استعداداتنا علشان ناخد البطوله دي، بطوله كبيره برضو امام فريق مغرب اللي كنت لعبت فيه سنه على سبيل الاعاره نهضه بركان. الحمد لله انا كثير سعيد، وان شاء الله اتمنى اننا نفوز بالبطوله دي برضو. فوز مهم جدا الحقيقه، ويمكن مستر بيتس موسيماني حضر بشكل مميز جدا للمباراه، اصرار وجديه وعزيمه لعيبه النادي الاهلي كالعاده. حابب يقولي على الفوز النهارده، وببارك له وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي. Yes, mabruk to everybody, the players, everybody in Cairo, the technical team, good support from the board, and Captain Khatib is here. دعم كبير مجلس إدارة من كابتن خطيب معانا هنا في الرحلة. We fought, we played smart, we scored here, so it was the same score of last year. لعبنا ولعبنا بذكاء وسجلنا هنا نفس الاسلوب اللي عملناه السنه اللي فاتت، والتسجيل سجلناه السنه اللي فاتت. Yes, very difficult game. ماتش صعب جدا طبعا. But normally you must sort out your problems at home first. بس طبعا لازم تحل المشكله. تحل المشكله هنا عاوزه تبقى اصعب، انت سهلت الدنيا هناك. كان ممكن يلعب افضل ويطلع بالكوره احسن، باص الكوره يطلع بيها احسن. التمرينات ما كانتش عاليه نطلع بالكوره، بس اشتغلنا كويس الحمد لله. أناش حاجة لسه، خلاص دلوقتي خلاص المباراة هتنتهي، هنبدأ نحضر على طول المباراة القادمة. مستر بيتسو شايف الفترة اللي جاية ازاي والمرحلة اللي جاية مع لعيبة النادي الأهلي؟ We don't talk about the semi final now, we talk about the next game. مش هتكلم عن ده بالنهائي، هتكلم الماتش الجاي. نهاية البركان في السوبر. في القطر. بعد كده نتكلم بقى على الخصم القادم يعني. But we need to keep calm. محتاجين نهدى. Of course we must celebrate. طبعا لازم نحتفل. ركز، فوكس. بس لازم مركزين برضه. ده فوز وصلنا الدور التالي. الماتش الأصعب هو اللي جاي دايما. مبروك 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 everybody مبروك.